الأراضي السورية حيث بدأت الحياة بالعودة بشكل تدريجي إلى طبيعتها من جديد في بلدة شحيل بالريف الشرقي لمدينة دير الزور، وذلك مع عودة أهالي البلدة إلى منازلهم بعد رحلة النزوح التي عاشوها جراء الحرب الدائرة في مناطقهم، حيث فتحت الأسواق والمحال التجارية لأهالي البلدة. كما تشوفون الأسواق امتلت بالعالم، والعالم رجعت لشغلها، والأسواق مكتظة بالعالم، وكل بعد ما عانينا 6 شهور من النزوح والدمار، هاي رجعنا إلى أهاليتنا وبيوتنا والحمد لله. هذه مدينة شحيل، الحمد لله بعد ما كانت الناس مهجرة رجعت على بيوتها بأمن وأمان، وصار البائعة والشارية والتم الشمل